المتابعات عضو الاتحاد عضو اتحاد الكرة المستقيل يحيى كريم يرجح إجراء انتخابات مبكرة بدلا من تشكيل هيئة مؤقتة. نتابع. اول شيء يعني هي المؤقته لغايه الان ما ظهرت على العلن، وكذلك يمكن ماكو هي مؤقته، احتمال تروح الى انتخابات مبكره، احتمال يعني يكون القرار من الاتحاد الدولي يقول يابا خلص شخص واحد يدير الاتحاد والاعداد لانتخابات مبكره. انا شوف حتى الهيئه المؤقته هي ما مذكوره بالنظام الداخلي، نظامنا الاساسي ماكو هي مؤقته، لكن احنا استقالينا رغبه لتلبيه الحاجه الملحه لاخراج اخواننا من السجن، لعدم زج ناس بعد اخواننا اعزاء علينا. لذلك اليوم نتمنى الامور تذهب الى خير، نتمنى يعني اليوم تشكل هيئه مؤقته او غدا او ياتي قرار من الاتحاد الدولي واضح، لان الكتاب الاخير اللي جاء من الاتحاد الدولي يقول سيطرح الموضوع على اللجان المختصه، اللجان المختصه اعتقد هي شنو تقول، احنا نمتثل الامر هذا. اكيد هو الاتحاد الدولي راح يتبنى هذا، والاتحاد الاسيوي يكلف شخصيه او شخصيتين او خمسه او عشرة، هم هذول يعدون الى اجراء انتخابات مبكره ويحددون التوقيتات المخصصه لهذا الشيء.